السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفة جديدة من وصفات شيوات متنوعة مع بشرى. غادي نشارك معكم التزيين ديال هاد الصابلي بريستيج. طريقة سهلة وبسيطة، انا متأكدة الى جربتي هاد الطريقة ديال الصابلي غادي ينال اعجاب ديالكم، وغادي تلي داقو عندك غيسولك على المقادير ديالو. بالنسبة للعجين غتلقاوه في صندوق الوصف، خليكم مع طريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله بركة الله. بالنسبة للصابلي اللي شاركت معكم هو هذا، شعلت عليه البوطة غير من النار من التحت، متوسطة تحمر غير من التحت، من الفوق راه كيتحمر غير بوحدو، ما كنحتاجش انا نحمرو من الفوق. هذا هو الصابلي، جمعته هنايا. الوقت اللي كنجمع انا صابلي هنا كنحسب شحال من حبة كاينة هنايا. دابا المجموع 238 حبة، المربع عطاتني فيه 100 حبة على حسب اللي بغيت، الدائري عطاتني فيه 89 حبة، وهذا المستطيل عطاتني فيه 49 حبة. هذا هو الصابلي اللي شاركت معكم. بالنسبة للتزيين دابا غادي نشارك معكم بالتفصيل خصوصا المبتدئات. دابا هادو هما اللي غادي نستعمل انايا، كنختار شنو غادي نستعمل. مثلا عندي انا هادو باقلي راه شاريهم جديد، هادو غادي نستعملو انا بالمربع. مثلا كل نوع غندير فيه مثلا 30 وحدة. بالنسبه للتزيين هذه ديالته بوحدها، داك المستطيل ديالته بوحدو غنديرو في البيض. بالنسبه للتزيين بحال هذه ديال التاج وهاد الصغار غادي نديرهم بالكري. غتشوفوا معايا كيفاش غادي نشكل الشوكولاط بالكري. هادو من بعد غادي ندير لهم اللوينات. هذا حتى هو غادي نستعملوه بالكري، فيه هاد الخطوطه غيعطي حتى واحد شكيل زوين. هذا غنديرو في الكحل، هذا حتى هو غنستعملو في الكحل. هذا غنشوف لقيت عندي شي ملون غادي نستعملو. كان فيت ملي خدمت معاكم بالملون بالبيستاش، وخدمتو ثاني هنا مؤخرا هاد الايام الكليان، خدمت لي محتوى باللوين بالخضيه. المهم هادو مشكيلات اللي غادي نستعمل في الاول، كنشوفو شحال ديال الصابلي عندنا واش كنقسمو ديك الساعه على حساب هاد الشكيلات، وكنشوفو شحال غادي نديرو. دابا بالنسبه لهاد جوج كيلات اختارت لهم انني غادي نستعملهم بالبيض. كيف ما كنعرفوا حنا ملي كنبغوا نشكلوا الشوكولاط كناخذوا بحال هاد القريعات كنعمروهم كنديروا فيهم الشوكولاط. خديتهم انني على حساب الشوكولاط، كانت اكثريه كنستعمل غير ملعقه. واحد الوقيته وانا نتفكر هذه كنت باغا غير اللوحات ديال صلصه الاندلس، كنت بغيت اللوحه ويتبان لي هذه، ونتفكر بان حتى هذه خدامه، يعني اللي عنده بحال هذه ما يحتاج انه يشريها. الطريقه ديالتها حتى هي عجبتني الطريقه. مثلا اللي عندكم كميه كثيره كديروا مثلا البيض هنا والكحل هنايا، صافي كتزوقوا. حاجه اخرى كتفرغوا الثلاجه كامله من الخضره، كترشوا عليها شويه الخل، لان وقع واحد المشكل واحد السيده كانت ملي صوبت الحلوه تبعت الطريقه اللي كتوريتها، وكانت صوبت الحلوه شويه عطات واحد الريحه في الشوكولاط، قالت لي الشوكولاط اللي خدمت ما مزيانش. واحد الوقت وانا ندوق ديك الحلوه ديالتها لقيت الريحه تاع الثلاجه عطاتها في الشوكولاط، يعني الثلاجه نفرغوها من الخضره كامله. انا معمره ما وقعت ليا، ونمسحوها بالخل. ولا كانت عندكم كميه كثيره غتفرشوا هذوك ديال الشوكولاط وديروا كلشي في خطره واحده وتدخلوا الثلاجه. المهم قلت نعطيها لكم كفكره كنصيحه اللي بغات تستعمل مثلا الطريقه ديال الشوكولاط، وكانت الثلاجه عندها عامره في الصيف خصوصا مع هذا رمضان كتعمر يعني بلا قياس الدوبل. صافي دابا غادي نستعمل انا كنستعمل الشوكولاط ديال كالا، ما كنحتاجش انني نستعمل لي الزيت. ضفت نص كيلو ديال الشوكولاط تقريبا، درت الكاسرول فيها الماء بحال شويه ديال الماء. صافي غادي نحطو نخليه على نار شويه متوسطه، وغادي نخلي الشوكولاط يذوب على خاطرو، ما غنستعمل ليه لا زيت لا والو، لان اصلا هذا فيه الزيت. بالنسبه للمبتدئات يمكن لك تستعملي شويه ديال الزيت لخفتي من الشوكولاط. انا عاود ضفت عاوتاني الشوكولاط اكثر من نصف كيلو، او بدا كيذوب. من بعد غادي يذوب غادي نستعمل ليه شويه ديال النشا. انا عندي هاد البواطه فيها النشا، نشا الذره. صافي غنخليه دابا بهاد الطريقه، نديرو ليه بحال هكا حتى كيذوب الشوكولاط كامل. صافي دابا هو بدا كيذوب، بقى غير واحد شويه غادي نستعمل نشا الذره. بالنسبه للمبتدئات حتى يذوب مزيان ونار مهيله بزاف عاد نستعملو، غندير فيه غير ملعقه صغيره ديال النشا. كاين اللي كيكثر النشا في الشوكولاط باش كيتقل على الميزان، انا ما كنكثرش كندير غير ملعقه صغيره. كاين اللي كيدير ملعقه كبيره،
ملعقه كبيره، كي دايره في نص كيلو بالاحسن، ما تستعملوش ملعقه كبيره خصوصا كنتي غتصوبيه غير في دارك بحال هكا. صافي غادي نخلط هاد النشا مزيان مع الشوكولاط حتى يذوب مزيان. صافي انا دايره زليفه كبيره، انا نقسم منها هنايا باش الاخر يبقى فوق الكاسرول باش ما يبردش. انا غادي نستعمل هاد الشكيله سفليه، انا عندي غير عجنه وحده، غنستعمل غير معلقه، الا كانت عندكم يعني عجنه كثيره غنستعمل القراعي اللي قلت لكم عليهم. صافي درت هادي، نتمنى تكونوا واضحين. صافي غادي نهز بهاد الطريقه وندور بحال هكا المعلقه، يعني راه طريقه سهله. على تصابي انك كنتي كتشري وجدي في دارك احسن. سمحوا لي على هاد الضجيج. صافي غنكمل بحال هكا، مره مره ندير بحال هكا باش اي فراغ بقى ما فيه الشوكولات كيدوز جهته الشوكولات. بالنسبه لهذا الشكل الثاني حتى هو غادي نستعملو بالبياض، هذا كيكون ساهل بحال هاد الجناب اللي كيكون فيهم الشوكولاط، ديك الساعه ندير لهم بحال هكا ونكون حاطين شي سيرفيسه حدانا. صافي كنديرو. بالنسبه الا درتو الشوكولاط في الزلافه وتجمد ليكم الشوكولاط، غديرو غير المقراش، تحيدو الغلاقه ديالو وتحطو فوق منه الزلافه، صافي حتى كيرجع الشوكولاط يذوب. إذا كنتو كتستعملو الزيت بالأحسن متستعملوش الزيت، وملي تعاودي تذوبي مديريش الزيت. إلا بغيتي ديري الزيت ديري في اللول، لأن أصلا هاد كالا راه فيها الدهنيات، ما خاطر درتي شي ماركة أخرى هاديك الساعة يمكنلك ديري شوية ديال الزيت. صافي غنكملو كاملين بهاد الطريقة وغندخلهم في التلاجة. دابا نبقى الشوكولاط درتو أنايا في هاد الزلافة ودرتو في المقراج، هنا قطعت مربع ديال الشوكولاط الاسود، كل مره غادي نضيف مثلا جوج حبات وغنبدا كل مره نخلط. من بعد غادي نشوف على حساب اللون اللي بغيت، الا درنا شوكولاط قليل غيعطينا في اللون في الكري، زدنا شويه الشوكولاط ضفناه اكثر غيعطينا في المارو، ديك الساعه غتختاروا اللون اللي بغيتوا. اما الا استعملتوا في الاول الشوكولاط الابيض وخاصكم عاوتاني الشوكولاط واللون يعني الكري، يقدر داك اللون ما يخرجش لكم بحال اللون الاول، يعني الشوكولاته كتمي غاديه معاه مع الشوكولاته بشوي بشوي. صافي هنايا غنحاول انني نذوب الشوكولاته مزيان، واخا بحال هكا يبان لكم الشوكولاته راه داب، راه كيبقاو بعض الحبيبات صغار ها هما شتيهم، حتى تخلطي مزيان وتاكدي بان حتى الشوكولاته ما بقات، هذيك الساعه غادي تشوفي اللون اللي بغيتي. هنا غادي نضيف غير وحده صغيره، انتما صغيره باش ما نكثرش الشوكولاته الاسود. هو اللون البيض تغير اللون ديالو، هانتوما الشكيه كيف ولا، ولا كري مفتوح. غنحاول ان هانتوما شتي الشوكولاته فين كيبقى باين. انا حاولت انني ندير لكم الفيديو خاص ديال التزيين باش تبغوا تخدموا خصوصا المبتدئات يجيكم طريقه سهله. صافي دابا مبقى الشوكولاته نهائيا، هذا هو اللون. درت ثلاثة قطع صغار عطاتني هاد اللون شوية فتوح، غنحاول أنا نزيد واحد شوية يعني قريصة صغيرة يبعد شوية من اللون باش ملي نحطو في البلاطو غيبان شكي الآخر. دابا البوطالة شاعلة نار مهيلة. صافي غنكمل غير صافي، هذا هو الشوكولاط لي درت، غنكمل بحال هكا حتى يذوب داك الشوكولاط الأسود مزيان. صافي هذا هو اللون اللي عطاتني، غادي نستعمل ديال التاف ونستعمل هذه ديال الوريده باش تجي واضحه. صافي غادي ندير نفس الطريقه بحال اللي درت قبيله، ندير لها بحال هكا، نحاولوا اننا ما نكثروش لان هي غير صغيره بزاف هاد الوريدات، تقدروا الوريدات تخرجوا منهم حتى هما لوينات. المهم بالنسبه للتزيين ديال الشوكولات كيبقى اختياري، دابا مابقاش كيديروا الناس الوان، ولا كيبغوا غير اللون الابيض وكحل فقط. دابا غنستعمل هادو ديال التاج بحال هادو، هذوك الوريدات الصغار
كنخدمهم غير خطره واحده لانهم اصلا فيهم حبات كتير، كاين اللي فيها 30 كاين اللي فيها 32. صافي نكملوا بهذه الطريقه. فين ما نديروا الشوكولات نضغطوا عليه بحال هذه الطريقه اللي غنوريكم. ولا درتوا الشوكولات غير واحد شويه تبغوا زعما تقتصدوا على الشوكولات راه غيجيكم داكشي ما هواش، يعني كنمشيو على حساب الزواقه. وكاين الزواقه كتكون غارقه بزاف ما اضطريش انك تعمريها، لان يعني غيجي الشوكولات غالب على الحلوه. صافي نكملوا مسامو بنفس الطريقه. صافي البنات هذا هو الشوكولات اللي درت معكم، هاد الشكيلات هذا فيه جوج شكيلات اللي درتو مع الكحل والبيض، هاد النوع حتى هو، وهذا درته بالاسود نفس الطريقه درت لهم بالاسود. صافي دابا غنبدا نلصق فيهم. شنو غندير انايا التعليكه؟ غادي ندير لها انا غير حليب نيسلي، يعني كنشري جاهز كتجيني سهله طريقه، ولكن راه كيجي لذيذ في المذاق ديالو. بالنسبه للتزيين غنستعمل انا هادو ديال الشوكولات، وغنستعمل هادو كفايس من الفواكه معسله. فايس من شاركتها معكم بالدلاح، كنبقى مع بقى ليا غير هاد اللوين هو اللي بقى غادي نكمل به. صافي وهنايا درت كاوكاو محمر مع شويه ديال السمسم. هاد الفكره كانت عطات لي واحد السيده من قبل، قالت لي الا بغيتي تصاوبي ليا خلطي الكاوكاو مع السمسم. ملي درتها جاتني، ملي ذقتها جاتني طريقه زوينه قلت نشاركها معكم، ويعني الكاوكاو غالب على السمسم. صافي دابا كل حاجه غادي نوريكم منها غير واحد، كل حاجه نوريكم منها جوج حبات في الاخر غنكمل كل شيء. دابا غندوز هاد الشكيل هذا. بالنسبه للكاوكاو كيكون محمر محيدين لي القشره ديالو. انا غادي نضطر انني مثلا كتب بحدكم وزرباني غديروا بانسو ولا ديروا غير صبعكم، لان الاصبع دغيا كتسالي مع الخدمه. غادي نديروها بالطريقه هذه. بالنسبه لهاد نيسلي كاين اللي كيخلطوا مع كليكوز، ولكن الطريقه غير بحال هكا كتكطريه. غير تكطري بحال هكا وتخليه بحال هكا على جنب حتى كينشف هذاك نيسلي. صافي يمكن لكم باش ديروا شي تعليكه مفضله عندكم يمكن لكم تستعملوها. انا اكثريه كنستعمل نيسلي كيجيني ساهل وكيعطي واحد النكهه زوينه. صافي غندير معكم دابا هذه فيها ثلاثه ونوريكم التزيين ديالها. دابا هاد الشكيل عندي انا في البيض، غندير لي انا اللوينات غير في هاد القهاوي والكحل باش يعطيها واحد منظر زوين. بهاد الطريقه ندير ثلاثه. دابا غندوزو الشكل الاخر. هذا راه الشكل ديالو عادي راه ساهل، غادي ندير لي غير نيسي من الوسط صافي، وغادي نحطها عاديه بحال هكا صافي، وغتحط على جنب. هاد الطريقه هادي ساهله. دابا غنشارك معكم هذا، غندير به داك المربع بجوج، وما نستعمل ليهم شكيه المربع. غناخذ مثلا غادي ندهنها بحال هكا بهاد الطريقه كامله، غادي نلصقها بحالك نخليها على جنب حتى نكمل دابا شي جوج ثلاثه ونوريك كيفاش غادي دابا خدامه خدامه. غادي نخدم معكم حتى هاد الدائره باش ما نطولش عليكم، انا كنحاول انني نشرح لكم. غناخذ هاد الصغيره غنحطها هنا الوسط، نحاول اننا ندهنوا هاد الجوانب. دهنوها مزيان من الجناب. دابا غنضيف اليوم انا هاد الكاوكاو، كنحاول اننا نشدوه بحال هكا نضغطوا عليه مزيان ونديروا بهذه الطريقه هذه ونوركوا عليه بحال هكا. صافي راه كتبقى شاده، كيجي الشكيل ديالها زوين، حتى المذاق كيجي زوين مع الكاوكاو. كيف ما درنا شي اناء متيسع ولا شي لاطه بحال هكا كتجي ساهله دغيا كتسالي الخدمه. هذا حتى هو غندير ليه نفس الطريقه، غناخذها من الوسط ضروري الاصبع يكون نقي باش نحاولوا ندوروا بشويه باش هذيك الشوكولاط ما يوصلوش الكاوكاو ويتوسخ. هانتوما الشكيل ديالها كيف كيجي، حتى هو شكيل زوين، يعني طريقه ساهله. لو درت لكم فيديو ديالو ديال العجين بحدها باش يكون طريقه الشرح ديال الفيديوهات كاملين. هادو
غنلصقهم عاديين حتى المربع بحال هكا غندير نيسلي هو شكيل الاخر بحال هاد المربعين اللي كتبغوا ديروا من الوسط غتحاولوا ديروا غير الكميه الوسط بحال هكا كتكثروا الوسط ديروا واحد النقطه كبيره وكتحطوها بحال هكا الوسط صافي راه كتشد اللصق صافي دابا بقى هاد الشكيل هذا غادي نحاولوا حتى هو ندور عليه بحال هكا من الجناب وندير ليه بحال هكا الوسط نعاود نستعمل هذه وحده اخرى نوريكم الشكيل ديالها نتمنى التصوير يكون باين هو اصلا نيسلي ملي كيبرد كيلصق على الحلوه صافي غادي نحاول انني ندير شي حاجه جوج حبيبات بحال هكا من الوسط تعطي واحد الديكور زوين نحاولوا اننا ما نوصلوش الشوكولات باش ما يتوسخش هانتوما الطريقه غادي نقرب لكم دابا تشوفوا الشكيله الشكيل ديالها كيف جا زوين حتى اللوين المهم كيعطي واحد اللوين مع وسط الحلوه صافي غنكملهم كاملين في الاخر غادي نشوفوا الشكل النهائي من بعد ما كملتهم كاملين صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التزيين ديال صابلي كيف كيجي طريقه اللي شارك معكم طريقه بحال هكا زينت البلاطوات هادو البلاطوات اللي كيهزوا نص كيلو يعني طريقه سهله وبسيطه وما تنساوش باللايك والتشجيعات ديالكم ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه اشتركي وفعلي الجرس باش اي جديد توصلي به وما تنساوش باللايك وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصدقاء مابقات شي حاجه من هذا في التفصيل حتى هو التشكيلات نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وخديتوا بعض الافكار ونصائح عن صابلي خلوا هاد صابلي معتمد عندكم خصوصا العجين ديال هاد صابلي يعني كتبقى مقرمشه مده اطول يعني كتجي صابلي لذيذ في المذاق ديالو حتى في القرمشه وغادي نقول لكم دابا الى اللقاء ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.